كشف السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن لجنة متابعة توصيات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية قد أوصت بتبني سياسة البيانات المفتوحة وتوفير المعلومات العامة إلكترونيا، مع ضرورة العمل على تطوير نظم المعلومات الجغرافية وربطها بخطة تطوير البيانات المفتوحة بالشكل الذي من المؤكد أن يأتي بتأثير مباشر على معدل النضج الإلكتروني وإحداث تطوير ملموس على مؤشر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلكترونيا. لتقديم إيضاح أكثر، معنا عبر الهاتف السيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساء الخير، وما هي أهم المهام التي تقوم بها اللجنة في متابعة توصيات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية؟ مساء الخير. مثل ما نعرف، استراتيجية المملكة في مجال الحكومة الإلكترونية استراتيجية شاملة متكاملة تضم تقديم الخدمات بطريقة يعني سهلة وميسرة لجميع المتعاملين مع الحكومة، إضافة لذلك قياس هذا الأثر، وأيضا التأكد من أن التوجه المملكة يتوافق مع التوجه العالمي وتحقيق الدرجات أو النقاط المرتفعة في المؤشرات الدولية. لذلك فيعني الهدف الرئيسي يعتبر تحسير مؤشر البحرين في تقرير القادم الأمم المتحدة القادم 2018، من خلال تحديد مواطن الضعف والخلل إذا كانت موجودة، ووضع آليات التصحيح والحل، اقتراح تنفيذ الخطط التطويرية اللي ممكن أن هي ترفع من مستوى مملكة البحرين من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، والتأكد مثل ما نعرف أن التقرير يقيس مجموعة من الخدمات التي تتعلق بكثير من الجهات الحكومية، للتأكد طبعا نحن نحافظ على النتائج المتقدمة اللي حققتها مملكة البحرين خلال الثمان سنوات اللي مضت، هي فترة إطلاق الاستراتيجية وتنفيذها على أرض الواقع. وطبعا الريادة مهمة بالنسبة لنا، ريادة مملكة البحرين، من خلال تأكد أن احنا متوافقين مع التوجهات العالمية الدول المتقدمة، يكون عندنا قدر كبير من الابتكار حتى تكون في موقع الريادة، ورضا المتعامل طبعا في النهاية كل ذلك يصب في إطار رضا المتعامل، نتأكد أن المواطن والمستثمر والمقيم في مملكة البحرين مرتاح فعلا ويحصل على خدمات متميزة وفق طبعا توجيهات القيادة الرشيدة، وطبعا تأكد من أن هذه التوجهات المؤشرات الدولية متوافقة مع برنامج عمل الحكومة. نعم، ما أهمية حصول مملكة البحرين على مركز الصدارة في جاهزية الحكومة الإلكترونية للمرة الرابعة على التوالي منذ العام 2010؟ طبعا يعني الشكر يعني موصول لجميع الجهات الحكومية، اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، والحصول حقيقة على يعني مكانة متقدمة دليل ونموذج على التعاون الحكومي من أجل المصلحة الوطنية من خلال تضافر الجهود إلى تحقيق يعني هدف الجميع يسعى له. والتقرير مثل ما نعرف أن التقرير هو يعني الوحيد الذي يقارن بين كل الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة 193 دولة، ويعتبر الأشمل، يقيس الجانب البشري، الجانب التجهيزي والبنية التحتية، الخدمات في مئات المعايير الفرعية الموجودة. فتحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز دليل أن احنا ماشيين في الطريق الصحيح، وأيضا يعني يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين ويجذب الاستثمارات، ويعني يجعل مملكة البحرين بيئة جاذبة لرؤوس الأموال بما يعني توفر من بيئة حقيقة متقدمة في تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز ثقة المتعامل مع الخدمات الإلكترونية دليل يعني الشهادات الدولية الموجودة، وطبعا كل ذلك دليل رئيسي في اهتمام القيادة الرشيدة بالتقنيات الحديثة. نعم، سيد محمد القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.